السلام عليكم، أهلا وسهلا بكل مشتركين قناة نور العين. رجعنا لكم من جديد فيديو جديد. نبدأ بالصلاة على نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. يا جماعة فيديو هذا جديد، يعني حبيت أقدم تهنئة لإنسانة متابعتها أنا من مدة وبحبها كتير 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 وغالية على قلبي. عملت شيء تحترم عليه، حبيت أقدم هذا الفيديو إلى هدية، هيك أعبر لها عن جد حبي إلها وللي عملته، وبقدم لها كل احترامي وكل أمنياتي إلها بالتوفيق إن شاء الله يا رب بحياتها وتحقق كل أمانيها. وهي الأخت خلود بيوتي، يا جماعة عن جد إنسانة ما شاء الله. أنا متابعتها من مدة وبحب كتير كتير قناتها، بتعجبني اللي بتقدمه كتير بيعجبني، متابعتها أنا وبحبها كتير. فلما نزلت فيديو أنه أنا ارتديت الحجاب حبيت هالقصة كتير، وحبيت هي اللي عملته. يعني يا جماعة عن جد، يعني لما الوحدة فينا هيك بتقتنع أنه بالحجاب وبتحطه عن قناعة وحب، يعني شيء حلو يا جماعة، شيء حلو عن جد. يعني هذا بيكون حب الدين والإيمان ويكون نابع من القلب. وأختنا خلود ما شاء الله عليها ارتدت الحجاب وعن جد وشها نور، صارت مثل الملكان اسم الله عليها. أنا حبيت كتير، بوجه لك يا أخت خلود تحية كبيرة 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 من قناة نور العين. حبيت كتير اللي عملتيه والبقلك كتير عن جد، يعني صرتي ما شاء الله وشك مثل القمر. الله يوفقك يا رب حبيبتي ويسعدك، وإن شاء الله أيامك تجي كلها أحلى وأحلى، وربي يهدينا آمين يا رب أجمعين، ويوفقك بحياتك. حبيت كتير اللي عملتيه وبقدم لك تحية كبيرة كبيرة، وبقول لك مبروك 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 ألف مبروك، وإن شاء الله يا رب بداية طريق السعادة إلك. الله يحمي لك البيبي الصغير ويوفقك ويوفق جميع أمة محمد إن شاء الله يا رب. حبيت أهديكي هذا الفيديو مني من قناة نور العين. يا جماعة قناتي، أنا أختكم سورية عايشة في الجزائر، قناتي كوافير، بقدم شوي طبخات، يوميات متنوعة شوي، يعني قناتي متنوعة وفيها كتير فيديوهات حلوة. بتمنى يعني بتمنى كل اللي بيحب الأخت خلود بيوتي يجي يزورني، وبتشرف عن جد بتشرف. يعني أنا كتير رح انبسط إذا بيوصل الأخت خلود هذا الفيديو وبتوصل مباركتي، بقول لها مليون 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 مبروك حبيبة قلبي، عن جد البقلك كتير وصرتي مثل القمر بتجنني، الله يوفقك يا رب. وأهلا وسهلا بخلود بيوتي، وأهلا وسهلا بكل مشتركين واللي بيحبوا خلود بيوتي إذا بيزوروا قناتي بيشرفوني عن جد. أهلا وسهلا فيكم جميع، وإن شاء الله يا رب يا رب يا رب الله يسعدك أخت خلود. حبيت كتير اللي عملتي بتجنني، إن شاء الله يا رب الله يكتر من أمثالك، يعني تشكري وتشكري على اللي عم بتقدمي. قناتك كانت رائعة بتجنن، مصداقيتك كتير كتير حلوة، عفويتك كمان كتير حلوة وبتجنن، الله يسعدك حبيبة قلبي. بقلك مليون ألف 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 مبروك، وكمان أولادي عبودة ووليد بيقولوا لك مبروك عليك الحجاب، الله يحفظك يا رب ويخليكي، الله يحفظك يا رب ويخليك إن شاء الله. مبروك مبروك من قناة نور العين عبودي ووليد، من قلك حبيبة قلبي مليون مبروك، وإن شاء الله يا رب طريق السعادة هيك تشوفي قدامك، والله يوفقك ويخليكي. وهيك بيكون خلصت الفيديو إن شاء الله يا رب، هذا الفيديو يصل لأختنا خلود. يعني بتمنى أنه يوصله، لأنه كتير 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 فرحت لها من قلبي وكتير زاد احترامي لها. منحبك كتير خلود، إن شاء الله يا رب ألف مبروك، والله يسعدك في أيامك. هيك كون خلصنا الفيديو، سلام. ومن إلكم من قناة نور العين سلام سلام, سلام.